تتقن أحكام العبادات والمعاملات، تفقهنا في هذه الأحكام التي نبتلى بها، انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا، أكو عندنا نوع ثاني من الشرائط، وهي شرائط القبول. أحياناً العمل صحيح جامع للشرائط، ولكن مو مقبول عند الله، الله لا يقبل هذا العمل، هذا العمل ما في إعادة، ما في قضاء، ما في عقاب، لأنه صحيح ولكن مو مقبول عند الله، لأنه فاقد لشرائط القبول. توجه القلب إلى الله من عمدة شرائط القبول. إذا واحد فكرة مو عند الله، لا يعرف ماذا يقول، فكره هنا وهناك، حقيقة هذا فرع من فروع حب الدنيا. الإنسان المشغول بالدنيا، الإنسان اللي يحب الدنيا، هاي الدنيا تتملك، تأخذ قلبه، تأخذ كل كيانه، تأخذ قلبه وسمعه وبصره ويده ورجله وكل كيانه، يتوغل في هذه الدنيا، حب الدنيا، حب هذه الحياة. من اللي يسوق الأفراد إلى معصية الله تعالى؟ هو هذا حب الدنيا. من الذي يسوق الأفراد إلى منع الحقوق الشرعية؟ حب الدنيا. ما يقدر، لأن هذه الدنيا ماخذة بقلبه، مالك قلبه، وأحاطت به خطيئته من كل جانب. من الذي يمنع الأفراد من أداء الديون؟ يداين من واحد ثم لا يؤدي ذلك الدين وهو قادر، إذا مو قادر خب معذور، اللي مو قادر معذور ولا يمكنك أن تضغط عليه، ولكن إذا يقدر من اللي يمنع من ذلك؟ حب الدنيا، هذا يتملك القلب. الإنسان في حياته، في متجره، في بيته، حتى في صلاته، هذه الدنيا متملكته، تجره نحوها، يقول الله أكبر وفكرة في المتجر، يقول الله أكبر، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وفكرة في تجارته وفي أمواله. هذا في الواقع فرع من فروع حب الدنيا. الله يقبل هذه الصلاة حقيقة؟ هذه الصلاة مقبولة إذا عرضت علينا صلواتنا، عرضت علينا مو على الآخرين، هذه الصلاة التي نصليها حقيقة إحنا نقبل هذه الصلاة التي نصليها؟ نحن الحكم، ما يحتاج إلى حكم آخر. إحنا إذا تحدثنا مع واحد عادي، تحدثنا ويا واحد عادي، نتوجه إليه، نقبل عليه. إذا واحد حقيقة القضية ما تهتم به، ما تتوجه إليه، شايفين بعض الأفراد ما يهتمون بزوجاتهم أو بأزواجهم، المرأة تتحدث فكرة في مكان ثاني، هو يتحدث وياها فكرة في مكان ثاني، صديق ما تهتم به، ما إلى قيمة عندك، فقير، مع الأسف هذه الظاهرة موجودة، فقير يتكلم ويانا، هذا فرع من فروع الطغيان، ما نهتم به، فكرنا في مكان ثاني، حتى إذا نجاوبه فكرنا في مكان ثاني، ما نهتم به، لأن ما إلى قيمة عندنا. الصلاة إذا ما إلها قيمة عند واحد، ما يهتم، ما إلها قيمة، يتكلم مع الله تعالى وفكرة في مكان آخر، يقول إياك نعبد وفكرة في بيته وزوجته وسيارته وأولاده. حقيقة هذا مو فرع من فروع حب الدنيا،
مو من فروع الانغمار في هذه الدنيا، مو من فروع عشق الدنيا، مو من فروع الاهتمام بهذه الزخارف الزائلة. هذه الصلاة مو مقبولة عند الله. لذلك أكو في الأحاديث أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء حقيقة. 40 عام مصلي، ركعة واحدة من صلاة مو مقبولة، ركعة واحدة مو مقبولة، عقاب ما عليه لأن صلاة صحيحة، لكن ركعة واحدة من صلاة مو مقبولة، لأنه من بدأ الله أكبر إلى أن سلم كل فكرة من هنا وهنالك، لم يتوجه إلى الله، لم يتوجه إلى ما يقول، لا يعرف ما يقول حتى تعلموا ما تقولوا أو ما تقولون.